في جمله كده دايما بتغذينا بيها السوشيال ميديا الاهتمام ما بيطلبش انا شايفه ان في الحب ان فعلا الاهتمام ما بيطلبش يجوا الدكاتره النفسيه يقولك لا الاهتمام يطلب, يطلب. لازم انا اطلب انت طب. لازم يعني بس انا اروح اقول له ايه قولي كلام حلو حبني النهارده انت ما حبيتنيش خالص انت بقالك فتره مثلا سايبني واهملني يعني ازاي نطلب الاهتمام عشان يبقى فيه حب دايما كده يعني متجدد. طب انا هتفق هتفق ان الاهتمام بيطلب آه. لإن الاهتمام بيطلبش دي فأنا مفعول بيه طول الوقت. يعني أنت شايف كرجل إن الاهتمام بيطلب طبعًا من الرجل والأنثى، من الاتنين، من الست والراجل، لازم الاثنين يطلبوا الحب. طب الست ما ترخصش نفسها لو طلبت الاهتمام ده؟ لا ازاي تقول الحاجة، يعني ازاي أطلب الاهتمام. م. يعني أنا ممكن أبقى قاعد كده مع مع حد أنا بحبه وأبتدي ازاي أنقل له مشاعري مش بطريقة فيها فجل. بشحت، آه. لا بشحت المشاعر. م. لا أنا من من حتة قوة بقول له أنت بخش في نقاش معاه بقول له اللي بيضايقني وما بيضايقنيش أقدر أكلمه أقول له أسأله أسئلة وبمنتهى اللين مش استنى لغاية لما يحصل مشاكل وأبقى أنا في قمة غضبي وأقول له ليه أنت بتعمل كذا هو في منطقة أهدى بتاعت العقل هو دايماً في حالة الغضب آه. الحماقة بتزيد أيوة فدي اسمها المشاكل العائلية والزوجية أيوه. لو أنا قدرت أستبق أو أبقى قبل ده بخطوتين واقعد مع الشريك واقول له انا عايز اسالك سؤال احنا بقالنا كتير ما خرجناش ليه مع بعض. يا بطريقه حلوه ونختار الوقت المناسب. وحقوقي ده آه. حقي. بالظبط. انا مش بشحط. يبقى ثقافه ازاي ان يبقى عندنا ثقافه ازاي اطلب حقي. مظبوط.